ما نكرهش ان المواطن ولا الجمهور اللي تيحضر للتبوريده انه يطرح على نفسه هذا السؤال، هذا السربه اللي عجباه وهذا السربه اللي بهراته، شحال كتكلف المقدم ديال السربه من المصاريف؟ فمقدم السربه اولا في هذا الوقت ديال التبوريده اليوم خصو يكون مشكور باش يجمع 15 فارس تولي تبورد معاه ب 15 عاود بواحد خمسه اللبسات ولا سته اللبسات ديال العام، وحده ما تتشبه لوحده، بواحد 15 مكحله من سيري واحد من متانه وحده ديال الجعاب ومن واحد الجوده يعني معقوله، السكين كذلك والخنجر والالبسه كلها. فهذا راه الا سمعتوا الرقم ممكن تنبهروا، راه كاين السربه اللي كتطلع في العام مليار، السربه بالخزين ديالها بالتكلفه ديال 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 رعايه الاحصنه والماكل ديالها والمشرب ديالها والتطبيب ديالها والاعوان اللي تيشتغلوا ليل نهار في الاسطبلات، عاده غادي نجوا للاثمنه ديال السروج. فالسرج اللي بغيتي سرج جيد اليوم راه غتفوت 10000 درهم، ماشي السرج ديال الشينوا اللي طابي وزيد حيد ما يدوز حتى شهر ولا شهرين.